وحول تضحيات رجال الجيش والشرطة، أكد رئيس السيسي أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم لاستقرار الوطن. وقال الرئيس السيسي أنه اتخذ قرار الحرب والبناء عندما بدأت المعركة مع الإرهاب عامي 2013 و2014. لما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 و14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد اولادنا ولا ايه؟ وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير، اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن أبدا هتنجح. في النهاية الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت كان القرار لا احنا هنحاربهم وهنبنيه.